اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه اليوم من برنامجكم نسولوا المراه. موضوع حلقه اليوم تعلق بشهر رمضان في هذا نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا المراه المغربيه واش كتغير طريقه اللبس ديالها في شهر رمضان. ما تمشيوش في عيد، غادي نمشيو نشوفوا الاجابات واكيد غنرجع لكم. انا لاحظت كما كنلبس في رمضان كما كنلبس عادي، ولكن البنات الاخرين ما كيبقاش يديروا الماكياج، ما كيبقاش يديروا شحال من حاجه. طبعا كنغيروا الطريقه في الدار، لا سي لا ميم شوز، الا بغينا نبغى نمشيو للمسجد ولا شي حاجه كنلبسوا جلي لباس جداد، والدراري كيلبسوا جلي لباس تاعهم جداد ولا نقيقين ويمشيو للمسجد. ماشي ضروري خصهم يكونوا جداد، يكونوا نقيقين وزوينين ويمشيو رائحه طيبه ويمشيو. انا في رمضان بالنسبه لي انا في رمضان كنبدل اللبس ديالي وكنبدل كل شيء، زعما حتى في شعري نورمالمون كنلبس، المهم كنلبس جين، المهم داكشي شويه هذا هو كيف رمضان كنلبس جلابه كندير زيف، داكشي محترم شي شويه على دابا على الايام العاديه. نورمالمون راه ولا بد ما خاصك تبدلي طريقه اللبس ديالك، حيت في الدين ديالنا خاصنا يعني الاحترام واجب، يعني راه كتدخل في انك في طريق الحياء، راه كتخسر كتخدشي الحياء ديال المجتمع ديالنا، يعني الا لبستي شي حاجه ما محترمه راه ما كتبقايش اصلا مسلمه، ضروري راه مؤكد، راه ما خاصش واحد اصلا يقولها لك، راه ضميرك ولا غيقولها لك. لا الطريقه ديال اللبس ديالي كاع ما تتغير في رمضان، عاديه ماشي ضروري لبس جلابه ولا شي حاجه باش سميتو عادي. حيت انا اصلا كنلبس مستور، يعني ماشي داك حوايج عريانين وسراول مقطعين وداك الشيء، كنلبس عادي دونك كنبقى نلبس حوايجي عاديين، كنبقاش نوع. بيان سور ضروري خاصك تغير طريقة اللبس لأن شهر مبارك، ما يمكنش الإنسان غادي يلبس عاوتاني نيمبورت كوا، على حسب لي جونغ اللي كيلبس ناقص في من غير رمضان أكيد غادي يحتاجهم في رمضان، واللي كتكون طريقة ديال اللبس ديالو عادي راه ما يمكنوش غادي يبدلها. لا في الحقيقة حتى احتراما للدين داك الشيء الواحد شويه يتمسك بالدين. رمضان خص الانسان ماشي غير يصوم من راسو، حتى هو ياخذ اعتبار الناس ويحترم الناس شويه، الانسان غير ضعيف وتي تعطي احساس. رمضان ما خصوش يدير ماكياج مثلا بزاف، باسكو اشنو الماكياج كتيري الانتباه للناس الاخرين، وبالخصوص الانسان اللي هو مازال باقي شاب وداك الشيء تيكون عنده غريزه. مشاهدينا من بعد ما سولنا السيدات المغربيات واش كتغير طريقه اللبس ديالهم في شهر رمضان، فكما لاحظتوا معنا بعضهم قالوا على ان بطبيعه الحال كتغير طريقه اللبس ديالهم لانهم كيحاولوا انهم يحترموا هذا الشهر الكريم، فكيحاولوا انهم يلبسوا من لباس عادي يغيروه اللباس يكون محترم اكثر. اما بعضهم فقالوا ما عندهم لاش كيخليو لبسهم كيف ما هو لانهم ديجا كيلبسوا محترم، فما عندهم لاش انهم يغيروا طريقه اللبس ديالهم. مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، تبقوا على خير.